قبل البداية جايب لكم متجر الامبراطور، يوفر لكم قسم خاص بيوزرات انستغرام مميزة، في منها يوزرات رباعية، وعنده منتجات اسطورية مثل باكج بنت الطيارة، باكج سكيلتون، بنت الزومبي، وصندوق السيزون الاول، بالاضافة لقسم السيزون الثاني ونوادر مع ضمان تشغيلي، وعنده خدمة تلفيل خاصة بكود 17. اهم منتج حساب نادر 100%، راح يطلع لك في الحساب واحد من 5 اشياء الموجودة هون. وطبعا شباب طرق الدفع راح تكون مدى وفيزا، وبحط لكم رابط متجر الامبراطور في الوصف. السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ طبعا اليوم مقطعنا راح يكون شهر تحديات الاسبوع 13 بفورتنايت. طبعا شباب قبل بداية مقطعنا اتمنى من كل شخص فيكم يشوف المقطع ومشترك في القناة، اتمنى انه يشترك فيها وفعل زر الجرس، واتمنى دعم المقطع بلايك. طبعا لا تنسوا مش انك تستخدم كود الايتم شوب YZYZET، ويلا نبلش مقطعنا. طبعا شباب خلينا نشرح تحديات الاسبوع 13، وطبعا راح يكون في 14 وراح يكون في 15، فضايل اسبوعين وننتهي من تحديات الموسم. طبعا شباب اليوم التحديات 7 لما تنزل بتكون انت عامل تقريبا، نحكي التحديات 7 تحديات و13 اسبوع، 7 ب13 بتكون عامل تقريبا 91 تحدي ملحمي، لانه هون بقول لك شباب حتى تفتح الرقصه والاشياء هاي مثلا هون اخر واحده فيهم 80 تحدي ايبك تعمله. طبعا لما تكون عامل 13 اسبوع كاملات انت بتكون عامل 91 تحدي ايبك، فاتوقع الكل فتح هذا الاشي لو عملته بس 10 اسابيع من التحديات، واتوقع انتو هيك تقريبا قاعدين بتفتحوا اخر اشياء في الباتل باس. طبعا شباب نبلش بالتحديات الاسطورية، راح تكون 5 تحديات، هم نفس التحدي بس عبارة عن مراحل. اول تحدي فيهم مطلوب منك انك تبني الهياكل، الهياكل هي البناء يعني، تمام؟ مطلوب منك تبني مش تكسر يعني. طبعا اول مرحلة مطلوب منك تبني 60، والثاني 120، والمرحلة الثالثة 180، والمرحلة الرابعة 240، والمرحلة الخامسة والاخيرة 300. المقصود ب60 يا شباب انه هاي الوحدة تعتبر 10، شوفوا كم راح انقصوا مني 10، فبدي انقص من عندي 60 مثلا 10 20 30 40 50، مثلا هاي 60 وهكذا، الباقيات حسب العدد المطلوب منك. ونبلش بالتحديات الاسبوعية شباب، راح يكون 7 تحديات، قائمة فيها 3 وقائمة فيها 4، للأسف ما نقدر نعرف ايش القائمة اللي فيها 3 وايش القائمة فيها 4 لانه التحديات مسربة، شو ما يفتح عندك التحدي بتعمله، المهم بيكون موجود في القائمة يعني. التحدي الأول في التحديات الأسبوعية راح يكون مطلوب منك مسح الخادم في منطقة سيرفيس هوب. المهم المدينة شباب اللي هي ملاذ الصياد، تمام؟ وفي بوتات اللي هي هانترز هيفن، ضلك رايح فوق، شايفين وين رايح أنا؟ هذا البيت الصغير. بدنا السيرفر أو الخادم نعمل له مسح سكان يعني. على شكل منظمة. أوكي بنفوت. خليك في هاي زي ما انا فتت. ول 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 ناخذ سلاح. طبعا بتروح عند الجهه هذه، هي عندها شاشه تطلع الدرج. هذا الخادم بيكون عندك، شايفين اصلا اثاره مبينه على الارض، ولما ينزل التحدي يحطوا لك السيرفر قدامك، بس تيجي تعمل عنده مسح او سكان وبتخلص التحدي بكل سهوله. هاي المكان مره ثانيه شباب، هذا البيت المنطقه هاي الهانتر هيفن او ملاذ الصياد. طيب التحدي اللي بعده بنفس المكان بالهانتر هيفن او ملاذ الصياد، مطلوب منك انك ترمي الفواكه، فروت مكتوب فواكه مش الخضار، الفواكه في منطقة هانتر هيفن، في منطقة ملاذ الصياد، هذه هي نفس المنطقة. اي بيت بتفوتو في زي مطبخ، داخل المطبخ بيكون زي بوكس، بيكون في زي بوكس داخله فواكه، هسه اوريكم. هاي واحد بس، واحدة هاي ولا اربعة؟ ماشي، يفضل تاخذ انواع مختلفة او ما بعرف، المهم بدك تمسك اشياء وترميها رمي هيك. هاي واحد، مطلوب منك 3 شغلات طبعا، 2 3، رميت 4. اذا ما انحسب حاول ارمي اشياء منوعة، موز واشياء ثانية، 3 شغلات تختلف عن بعض، مش عارف، هم جرب التحدي. المهم لازم ترمي 3 اشياء من الفواكه بهذا المكان بلاد الصياد. طيب التحدي اللي بعده مطلوب منك تدمج 300 دمج ب3 اماكن، مكتوب اند يعني لازم تروح على 3 اماكن. اول مكان اللي هو احنا فيه ملاذ الصياد هانتر هيفن، والمكان الثاني راح يكون شباب ذا اورشارد، هذا هو المزرعه اللي هون، والمكان الثالث راح يكون ريتارو اللي هو المجمع التجاري. يعني مكان اول ملاذ الصياد، المكان الثاني هون، المكان الثالث المجمع التجاري.
فبدك بكل مكان تدمج فيه شوي. يعني مثلا المكان اللي انا فيه الاول شو لازم اعمل؟ بشوف لي واحد، طبعا مكتوب خصوم، يمكن ما يزبط على البوتات، يمكن بس على اللاعبين اونلاين. اوكي انتوا بتجربوا مثلا اي واحد اثنين دمجته، قولوا مثلا 100، نخلي شويه دمج للمدن الثانيه، حاولوا دمجوا 300، ما خلص التحدي معناته لازم تروح على المدن الثانيه اللي وريتكم اياهم وبتكملوا الدمج هناك. تمام، هم 3 مدن. التحدي اللي بعده شباب، اطلب منك تدمج 300 دمج باستخدام مسدس، اي سلاح مسدس باللعبه شو ما كانت ندرته، هاند كانون، مسدس عادي، بالبيستول بالفرد، يعني تدمج 300 دمج. فالتحدي هذا يعني ما بده اي شرح، يعني بس دمج 300 دمج بالمسدس باكثر من جيم بجيم بكيفك. صراحه تحديات هذا الاسبوع سهله وممتعه بصراحه، لحد انا ما شفت تحدي معجزه، تحدي مقرف، لا شايفهم سهلات وممتعات بنفس اللحظه، فيهم افكار جديده يعني. طيب ننتقل للتحدي اللي بعده شباب، راح يكون مطلوب منك السباحه في البركه البنفسجيه اللي بربل الورديه، يعني في منطقة السيم ستاكس اللي كومات البخارية. وين البركة شباب؟ مش البركة داخل المصنع، لا المبنى هذا اللي تشوفوه قدامكم، مبنى المكعب اسمه كيفوليشن، على اسم المكعب كان اسمه كيفن. اوكي بتفوت على المبنى، وين الطريقة؟ حجي ايوه، هاي البركة البرابل بول، بيربل البرابل، بالاول نشوف فيها سمك. التخلف يعني، نط راس اوف، والله بنط راس فيها. هم انت اول ما تفوت فيها تمشي شوي راح تخلص التحدي. طبعا التحدي بعد شباب مطلوب منك انك تدخل داخل نقطة الصفر او الزيرو بونت، هاي بتعملها بالجيم العادي بس اول ما تنزل من الباص، لانه ما بتقدر تلحق الزيرو بونت الا بس تنزل من الباص، تهبط على الزيرو بونت نفسها وبتدخل داخلها. يفترض تعطيك 50 شيلد هي اصلا، وبصير عندك بالشكل هذا ترميك. هيك انت سويت التحدي انك تدخل داخل الزيرو مونت او تدخل الى نقطة الصفر. طيب انتهينا من هذا التحدي، التحدي البعدي والاخير راح يكون انك تدمر 5 شجرات كريستال، مو هذا الصخور شباب، اللي هي هذه الشجرات. شايفينها كيف شكلها؟ بدك تدمر 5 زي هاي الشجرات. وتدمروا لي صخور تحكوا لي التحدي ما زبط. لا الشجرات هاي. شوف كيف تدمجها بسهولة، مو مثل الصخرة سنة تقعد فيها. يلا اكتبوا لي بالتعليقات يزيد شفت لاما وسحبت عليها. وهي الثانية. طيب هي 4 5 قصدي، انا سويت 3، بتكسروا 5 شجرات من هذا النوع وبتخلصوا التحدي الاخير. وبس شباب يكون وصلنا لنهاية مقطعنا، والتحديات لحد الان شايفها ممتعة، ما فيها اي اشي صعب، فاعملوها كاملة حتى تفتحوا كل اشي بالباتل باس، لانه باقي للباتل باس تقريبا 19 يوم وينتهي بشكل رسمي. وبس شباب اتمنى بنهاية مقطعنا اذا ما كنتم مشتركين في القناة انكم تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس، استفدتوا من المقطع انشروه بكل مكان، ادعم المقطع بلايك، ولا تنسوا كود الايتم شوب YZYZET. بس ربي يسعدكم على كل شيء، مع السلامة.